مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة. ننتقل إلى محور آخر دكتور مفيد، للحديث عن المؤتمر الذي سيعقد في رام الله للدول المانحة لبحث ملف إعادة الإعمار وأين وصل. سوف يعقد أعتقد خلال الأسبوع المقبل. لا، وخلال هذا الأسبوع يوم الأربعاء سيكون. نعم. ولكن أنا أقول يعني هذا يدل على أنه هناك جدية والهم الكبير لدى الحكومة الفلسطينية ورأسها دولة رئيس الوزراء بصاغة هذا المؤتمر وإرسال دعوات لكل المجتمع الدولي ومعظم المانحين حتى يعني يساعد بعملية عربة الإعمار، لأنه حقيقة هناك عندما كان مؤتمر في إعادة الإعمار في جمهورية مصر العربية كان يتحدث المؤتمرين وكانوا في هذا المؤتمر عن 4.59 مليار دولار. وقد سمع الشعب الفلسطيني وبالأخص يعني أهل قطاع غزة عن هذا المبلغ، ولكن حقيقة هذا المبلغ لم يتجاوز 30% من هذا المبلغ قد أتى إلى قطاع غزة عبر طبعا الحكومة طبعا، وما أتي طبعا تم صرفه على جميع من القطاعات. يعني الحكومة تعمل في كل القطاعات، الإسكان، في الصحة، في التعليم، في المستشفيات، في كل هذه القطاعات، في البنية التحتية. ولكن حقيقة يعني وهذه الدليل الأولوية الكبيرة لدى رئيس الوزراء وهذه الحكومة، يعني برغم كل التحديات ورغم كل هذه العقبات يعني تم يعني حقيقة يعني دعوات لكل هذه الدول المانحة العربية والإسلامية والدول الأوروبية الصديقة وكل المجتمع الدولي. ونتمنى يعني من هذا المؤتمر يعني حقيقة أن يخرج بنوع بدفع عجلة عملية الإعمار، أي بدفع يعني الالتزامات. نحن نطالب فقط بالالتزامات التي أعلنت من يعني للأسف يعني في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في جمهورية مصر العربية. أنا أقولها بكل ألم، يعني بعض الدول لم تدفع 3% مما أعلنت عنه، وبعض الدول يعني هذا شيء مؤلم، بعض الدول دفعت 20%، 15%، 30%، يعني والكل مشكور. ولكن حقيقة يعني لا يعقل أن الشعب الفلسطيني يطلبنا أن هناك مليارات الدولارات أعلن عنها ولم يتسنى لنا كحكومة، لماذا لم تقوموا بإعمار قطاع غزة؟ نحن نقول لم يصل إلى قطاع غزة عبر هذه الحكومة، يعني لا يتجاوز 30% من هذه الأموال. ولكن لضرورية وإلحاح يعني وضرورية هذا الملف لدى رئيس الوزراء ولدى هذه الحكومة، برغم كما قلنا كل التحديات التي نعيشها، برغم الانقسام، برغم الألم الذي يعيشه كل الشعب الفلسطيني، ولكن نحن نريد أن هذه العربة أن يعني تمشي بطريق أفضل وأسرع مما كانت، ونتمنى إن شاء الله أن تكون له نتائج. يعني إن شاء الله نتمنى ذلك. يعني دكتور مفيد، هل حصلتم على تأكيدات لحضور بعض الدول وخصوصا التي لم يعني تدفع ما كانت قد تحدثت عنه؟ يعني هذه المبالغ يعني حقيقة يعني تابع هذا الملف، يعني هو دولة رئيس الوزراء شخصيا بهذا الملف، يعني حقيقة بهذه الدعوات لكل هذه الدول. هناك تم إرسال يعني وتحضير وتجهيز يعني كل التسهيل والعقبات أمام يعني الزوار الذين سيأتوا إلى رام الله بإذن الله في هذا الموضوع. وأعتقد هناك استجابة كانت لدى كثير من هذه الدول ولدى المانحة، ويعني نحن ننتظر يعني هو إن شاء الله يوم الأربعاء، يعني هي خلال الأيام، وسيكون هناك يعني إعلان عن يعني ما يتم يعني في صياغة هذا المؤتمر. ولكن كل هذا هو المؤتمر هو لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، يعني نعم. هذا هو السبب الرئيسي طبعا. كنا نتمنى أن يعقد هذا المؤتمر في قطاع غزة، طبعا نعلم بأنه الحواجز والموانع الإسرائيلية هي التي تقف عائقا، وربما كان يجب على هذه الدول أن ترى فعلا على الأرض كيف يبدو القطاع بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014. يعني دكتور مفيد، في موضوع آخر خلال لقائنا الأخير كنت قد تحدثت عن المنحة الكويتية، وكان في حينه تنوون توقيع الاتفاق مع الإخوة الكويتيين، إلى أين وصلتم في هذا الملف؟ نحن كما وعدنا أبناء شعبنا من خلال يعني إذاعة فلسطين، وحقيقة كل الشعب يعني هذه المنحة طب عملية كل الإجراءات انتهت، وتم يعني ترشيد حوالي رشح حوالي 1154 اسم وتم توقيع عليهم وتم إرسالهم. طبعا بدأنا كنا الأسبوع الفائت توقيع عقود، يعني عملنا هناك عقد حتى بين وزارة الأشغال وكل العائلات التي تم ترشيح أسماءها، تم توقيع هذا على المبالغ المالية، على كميات البناء، على المخططات، وتم توقيع عقود كامل ل 1154.
وانا من خلالك يعني اطمن، نحن ننتظر الان ان شاء الله يعني تحويل المبلغ المالي خلال يعني ايام، يعني نتمنى ان شاء الله ان تكون يعني تم تحويلها الى الحكومه الفلسطينيه من خلال وزاره الماليه، ثم نحن نقوم باعتماد كل الاسماء التي تمت طبعا عبر وزاره الاشغال مع الاستشاري ثم الى الاستشاري بالكويت وتم المصادقه عليه. وهناك يعني كمان تم دفعه اخرى من الاسماء، يعني تم الانتهاء منها يعني اليوم حوالي 600 اسم جديدة. نعم. وتم تسليمها للأخوة الاستشاريين. طبعا يتم مراجعة كل هذا الملف، كل ملف على حدة، وهذا الملف يعني ليس يعني بالسهل، هناك يعني مخططات تكون هناك حصل بالخطأ بالمخططات، هناك أذون للبناء يجب أن تحصل عليها من البلديات، هناك مراجعة الموقع العام، إحداثيات البيت، كل تصاميم البيت، يعني كل هذا كل شخص له ملف يعني محدد. وطبعا طرأت بعض الإشكاليات على يعني فنية مع العائلات، يعني نعم. انه من هو اقل من 80 متر او 80 متر يعني لا يقبل بهذه الدعوه. وتم تحويل حوالي 90 اسم من هذه الاسماء الى وكاله الغوث عبر المنحه السعوديه، وتم التوافق بين وزاره الاشغال وبيننا وبين وكاله الغوث، وتم اعتماد هؤلاء الاسماء. يعني حلت كل هذه التعقيدات وهذه المشاكل التي نعاني منها، ولكن نحن يعني نقول لكل المواطنين الفلسطينيين منذ نعم. اليوم الأول لم نتوقف كحكومة كوزارة أشغال وأسكان بالعمل باتجاه المواطن الفلسطيني. ونعتقد يعني خلال يعني أيام نتمنى طبعا أن تصل هذه الأموال، ستبدأ يعني الدفعة الأولى هي عبارة عن 50% نعم. من قيمة إجمالي تقييم البيت الواحد في عملية إعمار هذا البيت، يعني بمعنى أنه إذا كان 50,000 دولار البيت نعم. أو 30,000 دولار سيأخذ 50% الدفعة الأولى. وسيبدأ يعني ونحن فتحنا يعني للجميع من هؤلاء الأسماء الأولى الذي تم لاعتمادها 1154 اسم، تم يعني فتح النظام السيستم، ما يتم أخذ مواد البناء وبدأوا كثير عدد كبير أكثر من 65% في بناء بيوتهم بدأوا يعني. يعني دكتور مفيد، في موضوع آخر يعني يرتبط أيضا في إعادة الإعمار، إسرائيل منعت من إدخال الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة، هذا الأمر أحدث خللا كبيرا بالنسبة للسكان، يعني ما الحل لهذه الإشكالية؟ ما حجم هذه الأزمة؟ يعني أنا أقول هذه يعني هي مشكلة شائكة كبيرة جدا، هناك يعني ضغوط من الأخوة في وزارة الشؤون المدنية، أنا أقول لهم كل الشكر، يعني الأخ وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ والأخ وكيل وزارة الأخ أيمن قنديل، وحقيقة يعني وحتى من طبعا على رأس هذا الموضوع دولة رئيس الوزراء، هناك ضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي، وفي المساعد الأمم المتحدة طبعا مستر ندوف ومستر اليونبس والوكالة، هناك ضغوط. ولكن حقيقة بعض المواطنين يعني للأسف يعني هم من أدوا أعذار للجانب الإسرائيلي لوقف عملية البناء. نحن يعني هذا موضوع كبير جدا وشائك، ورغم كل التعقيدات ورغم الآلية التي تم التوافق عليها على مضض، ولكن أنا أعتقد كان هناك إنجاز، يعني حتى أن نكون صريحين، يعني حتى قبل العدوان أو قبل حتى الحصار على قطاع غزة، برغم أن الحصار موجود، نحن نقول كحكومة نحن نريد رفع كل الحصار عن قطاع غزة، صحيح، وفتح كل المعابر على قطاع غزة. للأسف الشديد يعني لا يعقل أن يعني أن نعاني، تدخل يوم مواد البناء، يوم أن يمنع الخشب، يوم أن يمنع الحديد، يوم أن تمنع الحصبة، ولكن حصل أمور إيجابية. وحتى نقول يعني للأسف من المحتمل أنه كانت إيجابيات، نعم. بمعنى أنه نحن وصلنا إلى 4500 طن أسمنت في اليوم، ولكن بعض للأسف من التجار هذا حصل، ونحن أبلغنا الجهات يعني في قطاع غزة بالذات الجهات الأمنية يعني متابعة هؤلاء الناس، ونحن أوقفنا هؤلاء الناس حقيقة، وتم رفع أسمائهم من هذا النظام. ونقول نحن كوزارة أشغال نحن مسؤولين عن أسماء المواطنين الذين نقدمهم بالطرف الوزارة، اللي هو إعادة إعمار قطاع بيوتهم الذي دمرت، وأول ما تم بند التشطيب، وهذا لم يحصل في السابق، بل هذا كان مجهود هذه الحكومة. لدينا أكثر من 7,000 منزل تشطيب يعني معتمد لدينا، وتم من قبل الإخوان في وزارة الشؤون المدنية، ثم أرسل إلى الجانب الإسرائيلي وتم الموافقة على جميع هذه الأسماء. فيعني أنت تقول لأختي منى أن قطاع غزة بدأ هناك عملية إعمار، كما قلت في بداية الحديث، نحن للأسف يعني بوصلت هذه الحكومة تحولت من كيف تطوير قطاع غزة إلى إعمار ما تم تدميره، صحيح. ولكن مع ذلك ورغم كل هذه التحديات وكل هذه العقبات، نحن وصلنا إلى حلول وضغط مع الجانب الصهيوني، وكانت هناك موافقات على 3,000 منزل جديد في قطاع غزة ليس ممن دمرت، وهذا كان أمر إيجابي يعني لدى يعني الجانب الإسرائيلي، هذه كانت نوع من الإيجابيات.
نحن ليس إيجابيات نقول أنه والله هناك، نحن نقول هذا احتلال، وهذا الاحتلال يجب أن يرفع وينتهي، هذا الاحتلال والحصار كمان يجب أن ينتهي. ولكن نحن نقول في الوضع الذي نعيشه كشعب فلسطين في كل أماكن تواجدنا، كنا بالقدس أو بالضفة الغربية أو قطاع غزة، الشعب الفلسطيني يعاني. الضفة الغربية مقطع أوصال، يعاني، الدم ينزف في الخليل وينزف في رام الله، وفي غزة كل يوم هناك إصابات في البحر في المزارعين. نعم. ولكن هناك بعض الإيجابيات في موضوع إدخال مواد البناء، ولكن للأسف أنا أقولها بكل ألم أنه بعض هؤلاء الذين يبحثوا عن الأموال هم من وضعوا أمامنا كحرج وأمام وأدوا نوع من الإذن للطرف الإسرائيلي أن يوقف هذه بسبب الأسباب الذي يبيع الأسمنت هنا وهناك. ولكن نحن وضعنا آليات، تم مقابلة أول أمس مستر نيكلسون في ممثل الأمم المتحدة عن اليونبس، وتم التوافق على أنه نحن كوزارة أشغال هي الجهة المختصة بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الشؤون المدنية كإدخال مواد البناء واعتماد هذه الأسماء والتشيك على هذه الأسماء، وليس أي طرف. أما وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن تسعير موضوع، نعم نعم، وهذا مشكور لهم في موضوع تحديد الأسعار، لأنه للأسف يعني لا يعقل أن هذا المواطن بالرغم أنه يدمر بيته، نعم، وأنه يحتاج إلى كيس الأسمنت، وأن يباع طن الأسمنت ب1200 و1400 و800، صحيح، يعني هذا هو احتكار حقيقة. هؤلاء الناس يجب أن يعاقبوا كمان. لكن نقول للإخوة في وزارة الاقتصاد لهم جهد محمود في هذا الأمر، ونحن نشجعهم هذا الأمر، ولكن أن لا يكون لأي طرف آخر التدخلات في موضوع عملية إدخال مواد الأسمنت. نحن نقوم كوزارة أشغال هي المسؤولة، هي من تقوم بتقديم هذه الأسماء وفحص هذه الأسماء والتأكد من عملية البناء، ثم إرسال الإخوان في وزارة الشؤون المدنية، ثم إلى الجانب الإسرائيلي. وهناك كانت موافقة والأمر كان بشكل جيد، ولكن ما حصل للأسف يعني من بعض يعني التقارير الذي وصلتنا من عبر الإخوان في وزارة الشؤون المدنية عن طريق الجانب الإسرائيلي، أنه هناك بعض الأسماء، نعم تم متابعة هذا الأمر، نعم في منه أنه بعض الأسماء يعني هي باعت الأسمنت بشكل بسوق السوداء، يعني وهذا أدى للأسف إلى توقيف هذه العجلة. نحن نقول للجميع، نرجو من الجميع أن يلتزم، نحن كوزارة لن نسمح لأي طرف إن كان بأن يجعل هناك أعذار للجانب الإسرائيلي لوقف عملية الأسمنت، لأنه هذا هو احتياج البلد، وهذا يعني عامل أساسي في عملية إعادة الإعمار وعملية التطوير. نعم، يعني دكتور مفيد في الدقيقة الأخيرة لهذا البرنامج وبسرعة، هناك خبر يتحدث عن أنه نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى كشف عن تجهيزات يقوم بها الجانب المصري لإدخال مواد بضائع وسلع مصرية عن طريق معبر رفح الحدودي، هل هذه الأخبار صحيحة وهل هناك تنسيق مع حكومة الوفاق الوطني؟ أنا أقول يعني مصر، أنا في نظري كفلسطيني وكأمن قطاع غزة وكمسؤول وكمواطن، مصر هي الأمة العربية، مصر هي العروبة. مصر أنا أعتقد عندما أزيل مرة السور على بين قطاع غزة ومصر، وقالوا سألوا السيد الرئيس مبارك في ذاك الوقت، قال يعني فتحوا كيف الشعب الفلسطيني ذهب إلى رفح، قال الشعب لا يعقل أن يجوع، نحن لا نستطيع أن نترك أبناء شعب فلسطين وغزة بالأخص أن يجوعوا. فالشعب المصري أنا لن يترك أبناء فلسطين، ولن يترك القضية الفلسطينية، قدم الدماء ويعني ويقدم الشهداء من أجل فلسطين، وهذا تاريخ الشعب المصري. وأنا أعتقد ليس بعيد أن تفتح هذه المعابر، ونحن لدينا أمل كبير في هذه الأمة العربية. لكن يعني لا يوجد تأكيدات أنه هذا الخبر صحيح حقيقة. أنا أقول يعني حتى الآن يعني ليس لدينا علم أكيد بهذا الأمر، ولكن أملنا كبير في القيادة المصرية الحكيمة وعلى رأس الأخ عبد الفتاح السيسي وكل الحكومة المصرية، والشعب المصري لن يترك أبناء شعبنا الفلسطيني أن يكون يعني يشتد عليه الحصار، يعني حقيقة لدينا أمل كبير حقيقة. بالتأكيد وإن شاء الله. أود أن أشكرك جزيلا دكتور مفيد الحسينة وزير الأشغال العامة والإسكان، كنت معنا. وأنا كل الشكر والتقدير لكم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. أشكرك جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بانوراما، سنلقاكم في حلقة جديدة يوم غد، في أمان الله.